أعطيكم العافية طلابنا، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ إن شاء الله بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم أنتوا تعودتوا علي أعطيكم فيزيكس على طول. اليوم بدي أشرح مات. كتير طلاب طلبوا مني أشرح لهم الفانكشنز. طبعا أنا هيدا الفيديو رح بيكون مخصص لطلاب الجريد 11، رح أشرح فيه الفانكشنز باختصار، ورح أجرب أنا وياكم نوصل لمرحلة إنه نتعلم كيف بنقدر نرسم جراف، أو كيف بنوصل لمرحلة إنه نرسم الفانكشن. قبل ما بلش بهيدا الفيديو، قبل ما نفوت بهيدا اللي عم بقوله، بتمنى عليكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس، واكيد بتمنى عليكم تتابعوني على السوشيال ميديا اكاونت اللي حبينه قدامكم. وشكرا لكم انكم عم ترفعوا مستوى القناه اكثر واكثر، وبتمنى لكم التوفيق بكل المراحل وبكل الصفوف طلابنا الاعزاء. بهيدا الفيديو انا قلت لكم ما رح فوت بتشابترز معينين، انا رح اعطي بشكل عام ملخص الفانكشنز لطلاب الجريد 11 ساينتفك سكشن اكيد. فاذا انا اليوم عم بحكي عن الماثماتكس، وبالتحديد عم بحكي عن الفانكشنز. شو يعني فانكشنز؟ خليني اول شيء انا وياكم نشرح شو يعني فانكشن. فانكشن مثل ما نحن بنعرف بالعادي هو عباره عن ايكويشن such that بتنكتب f of x. طيب هاي الايكويشن شو وضعها؟ ال f of x بالعادي هو ذاته ال y اللي نحن بنعرفه من زمان. سو اذا عندي coordinate system عندي ال x وعندي ال y، لازم كل x يكون عنده y، صح؟ يعني انا اذا معي هيدا الجراف، تمام، لازم كل x انا بطلع له يكون عنده y بقبله، كل x انا بمشي عليها لازم يكون عنده y، بس لازم يكون عنده y واحد. يعني انتبهوا لهي القضيه، مش مثل كانه عم بحكي بسيركل. اذا انا عم بشتغل بسيركل ممكن الx يكون عنده 2y، نحن هيدا بيكون يمكن بسموه parametric equation او circle او whatever، ما بيهمني هيدا البارت، بيهمني انه نفهم شغلي انه كل x لازم يكون عنده y وحده، هيدي ال y اسمها f of x. طيب نحن شو اللي بدي اياه انا منكم؟ اللي بدي اياه منكم انه نوصل لمرحله نتعلم الستبس لنقدر نرسم الفانكشن. رح بتلاحظوا انا كل ستيب بحكي عنها رح فوت ببعض البروبرتيز اللي بعوزهم، رح بتشوفوا شوي انه الامور مش منظمه، بس انا اخر شيء رح تكتشفوا انه رح تكونوا تعلمتوا كيف تقدروا ترسموا فانكشن. اوكي، فاذا كل اكس لازم يكون عنده واي واحد، وكل واي لازم يكون عنده اكس واحد بالنسبه لحيلا فانكشن مرسومه معي. كل فانكشن انا بقدر ارسمها هي بيكون عندها شيء اسمه دومين اوف ديفينيشن. شو يعني domain of definition؟ يعني وين بتكون الx معرفة؟ يعني وين بتكون الx defined؟ بذكركم أنا بعدني بالintroduction ما فتت بشي، أنا عم بحكي بشكل عام. فإذا الfunction، درس الfunctions اللي هو عم بحكيه لgrade 11، طبعا مش grade 12 لأنه grade 12 يفوتوا بتفاصيل أكتر. الfunction f of x بتساوي y، كل x بقبلها y واحد، وكل x لقادر حطها بقلب ال f of x لازم تكون defined. شو يعني defined؟ defined يعني أنا أول شيء لازم دور عليه على طول هو domain of definition. domain of definition يعني وين الفانكشن معي إياها معرفة. بالعادة domain of definition بسموها df، لأنه عادة الفانكشن هي بسموها f. so df domain of f. ببعض الأحيان بصير dg domain of function g of x. فبدنا ننتبه للتسميات. أول شيء بدي أنا أحكي أنا وياكم فيه وأول نقطة هو domain of definition. نحن كطلاب grade 11 مسؤولين عن ثلاث أنواع من الـ domain of definitions. أول نوع هو لما تكون الـ function f of x هي polynomial، هيدا أول نوع. تاني نوع لما تكون f of x هي fraction، يعني p of x على q of x. وتالت نوع لما تكون فيها radical، يعني f of x مثلا هي radical p of x. كل وحدة من هودي يا أستاذ فيني جيب لها domain of definition. كيف نقدر نجيب domain of definition لهودي الثلاثة forms اللي انتو بس مسؤولين عنهم؟ بأول form لما تكون ال f of x بتساوي p of x، يعني لما تكون polynomial. لما تكون ال f of x polynomial يعني هي بتكون بتنكتب بهالشكل a n x n plus a n minus 1 x n minus 1 etc للآخر plus مثلا a 2 x square plus a1x plus a0x power 0 polynomial عادي. لما تكون الفانكشن اللي معي اياها هي polynomial بيكون simply الدومين اوف ديفينيشن هو من minus infinity ل plus infinity، يعني اوقات بسموه set of all real numbers r. طب شو يعني هالحكي؟ يعني انا فيني احط حيلا number بقلب ال f of x،
حيلا نمبر وبيكون عطول ديفايند. اكتبوا لي هالمعلومه، يعني عطول معرف يعني عطول صحيح. الحاله الثانيه بتصير تصعب شوي لما الاف اوف اكس تكون فراكشن، يعني افترضوا هي بي اوف اكس على كيو اوف اكس. انتبهوا، لما اكون انا بفراكشن لازم عطول الدينومينيتور يكون ديفرنت فروم زيرو. فاذا لتكون هيدي معرفه يعني هاو لازم يكونوا معرفين، يعني هاي لازم تكون ما بتساوي زيرو. فمجرد ما شفتوا بلحظه من اللحظات فراكشن دغري بتدوروا على الدينومينيتور وبتقولوا هيدا الدينومينيتور لازم يكون ما بيساوي زيرو. يعني مثلا اذا حبيت اعطي اكزامبل سريع، اذا معي انا f of x بتساوي x plus 1 على x، شو بقول انا؟ هيدي ال f is defined when مين اللي بالدينومينيتور اللي هو ال x ممنوع يكون زيرو. شو يعني ال x ممنوع يكون زيرو؟ يعني ال x فيه يكون كل الارقام الا الزيرو، كل الارقام يعني كل الار الا الزيرو. يعني بهيدا السؤال اذا حبيت جيب الدومين اوف ديفينيشن بقول انا هو بده يكون كل الار الا الزيرو. طب شو يعني كل الار الا الزيرو؟ يعني من ماينس انفينيتي للزيرو اوبن، ممنوع اوصل للزيرو، يونيون من زيرو بالميل الثاني للبلس انفينيتي. تبقوا هاي القضيه، هاي بالزيرو ماينس، هاي بالزيرو بلس. يعني انا بالتايم لاين، بالتايم لاين اذا انا ماشي بتايم لاين بمشي من ماينس انفينيتي لحد ما اوصل للزيرو، بس ما بوصل له، برجع بهرب من الزيرو لحد البلس انفينيتي. فاذا هي الموضوع كتير اساسي ومهم بالنسبه لي لما اكون عم بشتغل مع فراكشن. فاذا لما اكون عم بشتغل مع فراكشن التحت ممنوع يكون زيرو، فاذا بيكون الدومين اوف ديفينيشن لهيدي الحاله ماينس انفينيتي زيرو يونيون زيرو بلس انفينيتي. هاي الميلي بسموها زيرو بلس، هاي الميلي بسموها زيرو ماينس. بالعادي ما بحطهم، يعني فيني هودي ما احطهم، بس لتفهموا شو يعني زيرو بلس، يعني انا جاي من البلس لعند الزيرو. شو يعني زيرو ماينس؟ يعني انا جاي من الماينس انفينيتي لعند الزيرو. اتفقنا؟ هيدا كان تاني حالي. تالت حالي انتو مسؤولين عنها، لما تكون f of x مثلا بتساوي radical q of x. كلنا بنعرف انه بالradical ممنوع يكون في الا positive او zero، يعني ما فيه نحط negative. فاذا simply بقول f is defined when q of x هي positive or zero. يعني مثلا كيف انا بقدر اشرح لكم هاي الفكرة؟ example، اذا معي f of x هي راديكال x plus 1، شو بقول؟ بقول هيدي ديفايند لما الجوا يكونوا مقبولين، يعني لما ال x plus 1 greater than or equal ل 0. هيدا بيعني انه لما ال x greater than or equal minus 1. طب شو الدومين اوف ديفينيشن؟ الدومين اوف ديفينيشن من الواحد ورايح. انتبهوا، هي السهم كثير بهمني هلا، كانه بدنا ننتبه لهالموضوع. لما اشوفه انا، لما اشوف انا الجريتر هيك، يعني باخذ انا هيدا بعقلي كانه سهم هيك، يعني انا رايح بما انه ايكوال، انا رايح من الواحد مسكر لحد البلس انفينيتي. لو كان السهم هيك بكون رايح على الماينس انفينيتي. فاذا سمبلي الدومين اوف ديفينيشن لهيدا السؤال هو كلوزد ماينس 1 بلس انفينيتي. بذكر عملت كلوزد لانه اور ايكوال، ماينس 1 لانه انا بلشت ماينس 1 ورايح بهالاتجاه على البلس انفينيتي، لانه على طول انا الماينس انفينيتي على الشمال والبلس انفينيتي على اليمين. يعني لو كانت هيدي مثلا، مشان نكون انا معكم دقيق، لو كانت هي طالعه مثلا فور اكزامبل ماينس اكس بلس 1 لازم اخذها اكبر من زيرو. افترضوا لو كان في تحت الراديكال هيك، فاذا بتكون هي ديفايند ايمتين؟ لما هيدا يكون اكبر من زيرو اور ايكوال، صح؟ يعني ماينس اكس بلس 1 اكبر اور ايكوال لزيرو، يعني ماينس اكس اكبر اور ايكوال لماينس 1. كيف انا بقدر اخذ هالماينس؟ بقدر اخذ هالماينس لما اقوله بالساين، يعني بيطلع معي الاكس اكبر اور ايكوال ل 1. شو بيكون الدومين اوف ديفينيشن لهيدا الاكزامبل؟ اذا هيدا اكزامبل معي تاني، شو بيكون الدومين اوف ديفينيشن؟ سمبلي بيكون من الواحد ولكن باتجاه الشمال، لانه ليك السهم كيف هو. فاذا بيكون الدومين اوف ديفينيشن اوبن ماينس انفينيتي 1 كلوزد. تمام، هيدا بالنسبه للدومين اوف ديفينيشنز. فاذا اول نقطه انا على طول بدي ادور عليها هي الدومين اوف ديفينيشن. هلا ببعض الاحيان هو بيعطيك اياها، ما فيش داعي تتعذب وتطلعها، وفي بعض الاحيان ما بيعطيك اياها، فانت بدك تجيبها. تاني نقطة انا بدي اشتغل عليها وهي اساسية هي الليمتس. الليمتس كتير مهمين، وانا بدي اعرف وين انا، يعني لوين رايح. الليمتس على طول بيعتمد على الدومين اوف ديفينيشن، يعني انا ما فيني احكي عن الليمت اذا ما عيش الدومين اوف ديفينيشن. فاذا اذا بتلاحظوا باول حالة كان عندي الدومين اوف ديفينيشن هو شو؟ هو الار لما كان بولينوميال، كان من ماينس انفينيتي
لبلس انفينيتي. شو بيكونوا الليمتس هان للفانكشن؟ بيكون بس في تو ليمتس، على الماينس انفينيتي وعلى البلس انفينيتي. يعني في شغلتين انا بدي طلعهم، ليميت اوف اف اوف اكس as x tends to minus infinity لازم طلعها، ولازم طلع limit of f of x as x tends to plus infinity. هاو كان لازم طلعهم بأول حالة كنت عم بشتغل فيها. بتاني حالة إذا ملاحظين كان fraction، بتاني حالة كان d of f أو d أو domain of definition هو minus infinity zero union zero plus infinity. بتاني حالة لازم يكون عندي ثلاثة limits، واحد على minus infinity، واحد على plus infinity، واحد على الزيرو. هلا بينقسم لقسمين، واحد على الزيرو بلس واحد على الزيرو ماينس. يعني اذا بدكم في نقول لازم يكون عندي اربعة ليميتس. ليميت للاف اوف اكس لما الاكس تنس تو ماينس انفينيتي وبطلعها، ليميت للاف اوف اكس لما الاكس تنس تو بلس انفينيتي وبطلعها، ليميت للاف اوف اكس لما الاكس تنس تو زيرو بلس وكمان بطلعها، وكذلك الامر ليميت للاف اوف اكس لما الـ x tends to 0 minus وبطلعها. طبعا أنا عم خبركن على الإكزامبلات اللي هي معي. بتالت حالي كان عندي domain of definition هو من 1 ل plus infinity، يعني أنا كان عندي 2 limits، واحد limit للـ f of x لما الـ x tends to 1. هلا فينا فوت بتفاصيل 1 plus و 1 minus، بس خلص انتو ما تفوتوا كتير بتفاصيل إذا هو ما سألكن، خليكن تقولوا 1 يعني. وتاني حالي limit للـ f of x لما الـ x tends to plus infinity وبطلعها. لحديت هلا انا خبرتكم كيف بتعرفوا كم ليمت عندكم، بس ما خبرتكم كيف منطلع الليمت. هلا سيمبلي وبكل بساطه نحن منطلع الليمت لما نعمل سبستيتيوت. كيف يعني؟ يعني نحن لما نعمل سبستيتيوت للفاليو اللي معنا اياه منطلع الليمت. بكل بساطه يعني مثلا الليمت للاف اوف اكس لما الاكس رايحه مثلا على 1، وافترضوا كانت الاف اوف اكس هي عباره عن اكس سكوير بلس 1، شو بتعملوا ساعتها؟ هي بكل بساطة منقول limit للx square plus 1 لما الx رايح على 1، بعوض 1 محل الx فبيطلع معي 1 square plus 1 فبيطلع الجواب 2. فما في مشكلة بموضوع limit، يعني هو مجرد substitution، ولكن بدو انتباه. أنا عندي كتير شغلات عن limit بدي أقولها. أول شغلة بدي أقولها وأحكي فيها هي موضوع الأسيمتوتس. بالنسبة للأسيمتوت أنا عندي نوعين من الأسيمتوت بهيدي السنة، عندي الـ vertical asymptote والـ horizontal asymptote. شو يعني؟ يعني أنا ببعض الأحيان بيكون عندي رسمة معينة، بهاي الرسمة في عندها asymptote. يعني مش افترضوا أول شيء عم بحكي عن vertical asymptote. طيب كيف أنا بشتغل مع الـ vertical asymptote؟ يعني مثلا شوفوا هيدي الرسمة، هيدي الرسمة function طالعة وطلعت، هيدا اسمه vertical asymptote هيدا الهان، لاي لانه انا ما فيني اتخطى هو شكله فيرتيكال. كمان ممكن يكون عندي شيء تاني اسمه هوريزونتال اسيمتوت. يعني مثلا شوفوا تطلع الفانكشن هيك وبتروح فيرتيكال، هيدا الازرق الهن هو اسمه هوريزونتال اسيمتوت. طب انا كيف بعرف اذا عندي هوريزونتال اسيمتوت او فيرتيكال اسيمتوت؟ في شغلتين كتير مهمين بدي اياكم تعرفون. لما يكون الليمت اوف اف اوف اكس از اكستنس لرقم معين بيعطيني plus or minus infinity، انتبهوا لهي القضية. لما الليمت ل f of x لما x رايحة على رقم معين يعني constant بيعطيني plus or minus infinity، دغري بقول أنا x equal لهيدا الرقم vertical asymptote. والحالة الثانية لما يكون limit لمين؟ ل f of x as x tends ل plus or minus infinity بيعطيني رقم ثابت. شو بيكون بهالحالة؟ بيكون بهالحالة y equal هيدا الرقم هو عبارة عن horizontal asymptote. هودي كتير بهموني كيف بعرف إذا عندي vertical أو horizontal asymptote. من بعد هاي المرحلة لحفوت أنا وإياكم بالproperties تبع limit. بالنسبة للproperties of limit أنا بهاي المرحلة بدي أحكي عن تفاصيل أوقات بتتكرر. أول نوع بدي لكم إياه أنه في عندي شغلات بدي انتبه لها بموضوع limit. في عندي شغلات قبل ما فوت بالproperties، في عندي الindeterminate form. الindeterminate form هني حالات أنا ممنوع كملهم، يعني هو غلط، يعني هو دي إذا بتكون error. منهم هي the plus والminus infinity، منهم الinfinity times zero، منهم الinfinity على infinity، هني كتير طبعا. منهم zero power zero، في ناس بتفكر zero power zero هو one. أوكي بالنسبة للproperties واللي بدي فوت فيهم هلأ هي انه لازم تنتبهوا انتو كتير انه لما اضرب انفينيتي بانفينيتي ما في اشكال، الجواب لازم يكون انفينيتي. اذا بلس ببلس بلس انفينيتي، اذا ماينس انفينيتي بماينس انفينيتي كمان بلس انفينيتي.
إذا plus infinity ب minus infinity هو minus infinity، إذا minus infinity ب plus infinity هو plus infinity. بدي إياكم تحطوا براسكم شغلي إنه الانفينيتي هو كأنه رقم كتير كتير كبير 999999. فلما أضربهم ببعض رقم كتير كتير كبير برقم كتير كتير كبير، إذا نفس الساين بيطلع بوزيتيف، إذا مختلفين الساين بيطلع جواب رقم كتير كتير كبير بسميه infinity وبيكون نيجاتيف. تمام. البروبرتيز اللي بدي أخبركم عنها إنه الليمت لو واحد على انفينيتي هو عبارة عن زيرو، الليمت لو واحد على زيرو هو عبارة عن انفينيتي، وهان بيتقسم لقسمين وهان كمان بيتقسم لقسمين. سو إذا كان بلس انفينيتي تحت بيطلع زيرو بلس، إذا كان ماينس انفينيتي بيطلع زيرو ماينس. هان إذا كان زيرو ماينس بيطلع ماينس انفينيتي، إذا كان زيرو بلس بيطلع بلس انفينيتي. أنا قصدي عن هيدا الزيرو وقصدي عن هاي الانفينيتي. تمام. الليمت أوكي لبلس انفينيتي سكوير هو بلس انفينيتي، الليمت للماينس انفينيتي سكوير هو عبارة عن بلس انفينيتي. طبعا في كتير شغلات ممكن تشوفوها، ما بتكون تستغربوا، بتكونوا شوي رايقين، بس منا صعبة. الليمت مثلا في شغلة كتير أنا بحب أقولها، الليمت مثلا ل f of x as x tends to plus infinity. تمام. إذا كانت مثلا بهيدا البارت ال f of x هي عبارة عن راديكال مثلا q of x، بقدر أنا أعمل راديكال، يعني بتصير هي كأنه ليمت، طلعوا راديكال q of x لما ال x رايحة على plus infinity. يعني أنا إذا معي ليمت f of x as x tends to plus infinity وكانت ال f of x هي radical q of x، بقدر انا حط limit radical q of x as x tends to plus infinity. طبعا لما اقول plus infinity قصدي plus or minus، يعني ما فيش مشكلة. اوكي، بقدر حط radical وفوت limit على قلب الراديكال. هاي كمان معلومة بكتير بتهمني، واللي بيهمني كتير 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 لما يكون معي polynomial بياخد اعلى order لما يكون عم بشتغل بال limit، لما يكون عم بحكي بالتحديد plus infinity. يعني مثلا إذا معي limit of f of x تمام as x tends to plus infinity وكانت ال f of x هي عبارة مثلا نقوله x cube plus x square plus 1، شو بعمل أنا؟ simply بيجي بعوض limit لل x cube plus x square plus 1 as x tends to plus infinity أو minus infinity، برجع بكرر حسب هو شو عاطيني. لما يكون polynomial يعني ما في fraction وما في radical بياخد أعلى order بس، يعني بحولها لهاي الفانكشن لشو؟ بتصير limit x cube simply as x tends to plus or minus infinity وبحلها، يعني بس بياخد أعلى order بالpolynomial. شوف قديش كان، قديش على واحد، 5 6 7، بياخد أكتر واحد وبشيل كل شيء موجود بالأوردرات أو كل شيء موجود بالبولينوميالز وبعود بقلبه. بس انتبهوا عم بحكي لما أكون عم بحكي بلس أو ماينس إنفينيتي بس. أوكي، هودي المعلومات العامة بالنسبة لموضوع الليمتس. ما بعرف إذا نسيت شيء، ما بتصور، كتير بهمني تعرفوا البروبرتيز، كتير بهمني تعرفوا الأسيمتود الفيرتيكال والهوريزونتال. سنة الجاي إن شاء الله بالجريد 12 بتشوفوا إنه في أوبليك أسيمتود كمان، ما بتصور أنتوا بحاجة إله هيدي السنة. خلصنا تاني بوينت. تالت بوينت هلأ بتجي هي الديريفاتيفز. أوكي، بالنسبة للديريفاتيفز في عندي شغل كتير كتير مهم. أنا بموضوع الديريفاتيف أو ما يعرف أو أنتوا بتسموه بعدين بالبرايم، يعني F prime. أوكي، فإذا معك F of X تعمل لها ديريفاتيف بيصير اسمها F prime of X. شو يعني ديريفاتيف؟ ديريفاتيف باللغة العربية هي المشتقات. أنا أكتر مثل بلش فيه بالفيزيكس لما أحكي عن الديريفاتيف هي إنه أنا شو بيعطيني شو. يعني أنا مثلا for example إذا عم بحكي عن الكاو، عن البقر. أوكي، البقرة لما أعمل لها ديريفاتيف تعطيني حليب، ممكن أعمل لها ديريفاتيف تاني يعطيني لحم لما أذبحها. سو أنا حسب الأكس اللي أنا عم بشتغل فيه. سو سيمبلي أبسط مثل بقدر أعطيكم إياه هو الديريفاتيف باللغة العربية هي المشتقات. أول ديريفاتيف بعمله للبقرة تعطيني حليب، بيجي بعمل ديريفاتيف تاني. شو يعني بعمل ديريفاتيف تاني؟ يعني كأنه عم بعمل ديريفاتيف أول للحليب، ممكن يعطيني مثلا جبنة. سو البرايم أو الديريفاتيف هو المشتقات، هو شو ممكن يطلع لي من هاي الفانكشن اللي أنا عم بشتغلها. هيدا إذا عم نحكي إكزامبل على الأرض. بالمات الديريفاتيف هو عبارة عن، هو إله أكيد إله ديفينيشن أنا ما لحفوت فيه، أنا بعطيكم البروبرتيز، أنتم مسؤولين عن 9 أو عن 10 بروبرتيز، أكيد أنتم بتعرفون، يعني أنا عم بشرحكم الفيديو بس أكيد مرئين عنكم. أول بروبرتي بدكم تعرفوها هي لما يكون الـ f of x constant، لما يكون الـ f of x رقم ثابت بيجي بعمل له ديريفاتيف بيطلع simply zero. حيلا رقم ثابت بنعمل له ديريفاتيف جوابه zero. تاني بوينت بدي أحكي عنها، لما يكون في x يعني ax plus b،
اذا اجى اذا جيت بدي اعمل لها ديريفاتيف لهيدي الكونستانت البي هو كونستانت بشيله بيبقى لي اي اكس. الاي اكس سمبلي انت بتعمل ديريفاتيف للاكس بتترك الاي. ديريفاتيف للاكس كلنا بنعرف شو بتساوي الاكس برايم، بتساوي 1 يعني صارت اي تايمز 1 فبيطلع جوابها اي تايمز 1 بلس بي بلس بي برايم اللي هو 0 فبيطلع معي اي تايمز 1 فبيطلع الجواب اي. طبعا انا عم بعطي شغلات بعد شوي بسيطه. ثالث نقطة بقدر احكي عنها لما يكون f of x هو عبارة عن two functions كبار، اوكي؟ افترضوا ما بدي فوت بالديتيلز تبعولهم، يعني افترضوا انه ال f of x هي عبارة عن u ماشي plus v. إذا جيت بدي أعمل لها derivative لهيدي simply بما أنه جمع أو minus ما في إشكال هو عبارة عن u prime plus or minus v prime، يعني قد ما كانوا كبار. يعني example قولوا example إذا معي f of x بتساوي مثلا x square plus x cube، افترضوا f of x بتساوي x cube plus x square plus مثلا x plus 1. ملاحظين هاي دي بتمثل ال u هاي بتمثل ال v. انا ما لحفوت بالديتيلز، انا لما يكون معي f of x هو شغلتين كبار مجموعين simply بعمل derivative للجمع تبعهم. يعني شو بتطلع ساعة ال f prime of x هن هي عبارة عن x cube plus x square prime plus x plus 1 prime. هلا شو بيصير بعدين ما بيهمني، انا بخبر بيهمني تفهموا البروبرتي انه انا اذا معي اياها يو بلس في او بلس اور ماينس اكيد بعمل ديريفاتيف لكل وحده وبترك البلس اور ماينس بالموضوع. اذا معي الاف اوف اكس بتساوي مثلا اي يو، بذكر اليو والفي هن عباره عن فانكشنات كبار، الاي والبي هن عباره عن كونستانت. افترضوا معي رقم ثابت مضروب بفانكشن كبيره، انا الرقم الثابت ما بعبره بتركه، يعني بيطلع اي يو برايم. اكزامبل إذا معي f of x هي عبارة عن 2 into x power 4 plus 2x مثلا minus 1، جيت أنا حبيت أعمل لها prime لهيدي ال 2 ما بحكي عنه بتركه وبس بعمل prime للfunction اللي بيتغير، يعني بيطلع جوابها 2 into كذا plus كذا. أوكي طبعا مع prime بس خلص. هاي كانت رابع نقطة. بالنسبة لخامس نقطة، لما تكون ال f of x شغلتين مضروبين ببعض، فانكشنين كبار مضروبين ببعض، يعني يو دوت في سمبلي بيطلع ال f prime of x وهو كلكم بتعرفوها هي u prime v plus v prime u. شو بصير لما يكونوا مقسومين؟ يعني f of x بتساوي u على v، سمبلي ال f prime of x هي عبارة عن u prime v ناقص v prime u على v square. بلش بالفوقاني بعمل له prime بضربه بالتحتاني ناقص التحتاني prime بضربه بالفوقاني على التحتاني square. شو بصير لما يكون معي radical؟ افترضوا معي f of x هي عبارة عن radical u، بتكون ساعة ال f prime of x هي عبارة عن u prime على 2 radical u. هاو كلهم اللي انا قلت لكم اياهم في لهم وحدة كتير مشهورة وانا بحبها وانتم بتعتمدوا عليها عطول. افترضوا f of x بتساوي a u power m، ايوه رقم مضروب بفانكشن كلها power m. لما يكون معي هيدا الفورم بتمنى تنتبهوا هن، تطلع معي ال f prime of x هي عبارة ال a بتتركها مثل ما اتفقنا الكونسبت ما بنتقره، ال power مننزله منضرب بالفانكشن مننقص واحد من ال power، وفي شيء كتير عالم بينسوه هو انه لازم اضرب بالفانكشن prime اخر شيء. هاي كتير كتير مهمة لازم نحنا ننتبه لها. يعني مثلا افترضوا f of x وهيدا المثل بتمنى تركزوا فيه، افترضوا ال f of x هي عبارة مثلا عن 2x prime او x cube plus 1 power 3 مثلا. اوكي كيف بعمل الديريفاتيف لهاي؟ simply ال f prime of x لهاي هو 2 بتركها بنزل 3 من فوق بيبقى معي x cube زائد 1 وال 3 بنقص منه 1 بيصير 2 وبضرب بس خلص بالموجود prime بدون power. طبعا بعد ما خلصت بيطلع معي 6 x كيوب زائد 1 سكوير وبعمل برايم لهودي. طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا برايم لهيدي 3 x سكوير بلس 0، يعني سمبلي الجواب النهائي بيطلع 18 لانه 3 ب 6 هو 18 x سكوير انتو x كيوب بلس 1 اول سكوير. هيدا بالنسبة لموضوع الديريفاتيف البروبرتيز. بس الديريفاتيف انا جرافيكالي شو بينفعني؟ وهيدي المعلومة بدي اياكم تنتبهوا لها كتير كتير منيح. جرافيكالي انا الديريفاتيف بيخدمني بشغل كتير كتير مهم. افترضوا اولا عندي x x برايم y y برايم. بما انه عم بحكي جرافيكالي بدي اياكم كتير كتير تركزوا معي وتنتبهوا انه هاي الميله هي البلس انفينيتي، هاي الميله هي الماينس انفينيتي بالنسبه للاكس.
اوكي طبعا هيدا زيرو. الميل الفوقانية هي البلس انفينيتي بالنسبة للاف اوف اكس او للواي، والميل التحتانية هي الماينس انفينيتي بالنسبة للاف اوف اكس او الواي. اذا معي انا جراف مرسومي على هيدي الكوردينيت سيستم فانكشن اف اوف اكس، طبعا هلا متعلم كيف نرسمها. اذا هيدي مرسومي قدامي شو بيفيدني الاف برايم؟ في شيء بيفيدني كتير، انه افترضوا انا اخترت نقطة اسمها اكس اوف زيرو، نقطة هان، لا هي الاكس تبعها زيرو، يعني نقطة هان على الجراف اسمها A، الاكس تبعها زيرو تمام، وافترضوا الواي تبعها واي زيرو، ما في اشكال ابدا. هيدي النقطة انا الديريفاتيف بيخدمني بشغلي، بيخليني جيب السلوب على التينجنت على هاي النقطة، يعني افترضوا هيدا اسمه تي، وبيخليني كمان جيب الاكويشن لهيدا التينجنت. فاذا رح ارجع عيد، معي جراف، معي نقطة على هيدي الجراف، إذا أنا بلحظة من اللحظات حبيت أرسم تينجنت على هاي النقطة، تينجنت يعني عامل تينجنت على الجراف على هاي النقطة، انتبهوا بذكر إنه على هاي النقطة عم بحكي. الـ F prime of X، وهيدي بدي إياكم تنتبهوا لها، الـ F prime of X of A على هاي الزاوية simply هو السلوب للـT، اللي هو بيساوي مثلا Y equal AX plus B لأنه هو straight line. أنا إذا بيجي بعمل F prime على الاكس لهي النقطة او ما يعرف باكس زيرو، بيطلع معي رقم، هيدا الرقم هو السلوب لهيدا التينجنت لهيدا اللاين، اتفقنا؟ اوقات بيطلب مني يجيب الاكويشن لهيدا اللاين، وهيدي كمان بهمني تفهموها. اذا بلحظة من اللحظات طلب منكم تجيبوا الاكويشن لهيدا الستريت لاين اللي هو تينجنت على نقطة اسمها اكس اوف زيرو، سمبلي الاكويشن للتينجنت بينجاب بهاي الفورمولا اللي بدي اكتب لكم اياها. فاذا الاكويشن للتي هو عبارة عن واي ناقص f of x of 0 equal f prime of x of 0 into x ناقص x of 0. بكل بساطة يعني مثلا إذا معي أنا f of x بتساوي مثلا x cube plus 1 تمام، طلب مني جيب التينجنت على x بتساوي 1، شو بعمل؟ كيف بسوي هالموضوع؟ بجي أول شيء لقدر اشتغل بهالموضوع، بدي أول شيء جيب ال f prime of x اللي هي بتساوي 3x square، من بعدها بجيب ال F prime للواحد لأنه أنا بدي جيبها على الواحد تمام؟ فبيطلع معي 3 into 1 square فبيطلع معي 3. بما أنه صار كل شيء جاهز بجي أنا هلأ بشتغل، كمان ناقصني جيب ال F of 1 اللي هو عبارة عن 1 كيوب زائد 1 بيطلع معي 2. هاي صارت جاهزة وهاي كمان جاهزة، بصير الشغل كتير سهل. فإذا الإكويشن للتينجنت لهاي على نقطة عند X هالقد simply هي Y ناقص f of 1 equal f prime of 1 into x minus 1، بيطلع معي y minus 2 بتساوي 3 into x minus 1، بيطلع معي y minus 2 بيساوي 3x ناقص 3، بيطلع معي y بيساوي 3x ناقص 3 plus 1 plus 2 sorry، فبيطلع minus 1. بنكون نحن طلعنا الاكويشن للt اللي هو التانجنت، ارجع اقول لكم شو هو التانجنت to f of x at a بوينت عند ابسيسا، وهيدا اللي بيهمني اكس بيساوي 1. وهي المعلومه كتير مهمه بالنسبه لموضوع الديريفاتيف وكيف بنجيب الايكويشن للتانجنت. من الشغلات اللي كتير بعوزها بموضوع الديريفاتيف هي النقطه اللي بدي اعطيها هلا، النقطه الرابعه هي التيبل اوف فاريشن. انا ليش بعمل ديريفاتيف؟ بعمل ديريفاتيف لجيب التيبل اوف فاريشن، لانه انا بس اقدر جيب الديريفاتيف بقدر اعرف اذا الفانكشن تبعي عم تطلع او عم تنزل. قبل ما اعطيكم شيء عن التيبل اوف فاريشن خليني اقول لكم شغله عن الاكستريموم عن الماكسيموم والمينيموم. اول شيء بدي اقوله هو when f prime of x بتكون بوزيتيف، انتبهوا لهالمعلومه، لما ال f prime of x بتكون بوزيتيف بتكون ال f of x شو increasing. لما ال f prime of x بتكون بالتحديد هيدي بما انه مش ايكوال بيكون اسمها strictly increasing، لما ال f prime of x اكبر or equal ل 0 بتكون ال f of x بس increasing مش strictly increasing. لما ال f prime of x بتكون negative بيكون ال f of x strictly decreasing. لما ال f prime of x بتكون اصغر or equal ل 0 بتكون ال f of x شو decreasing. طبعا هودي بعوزهم بالتيبل اوف فاريشن، يعني افترضوا مثلا انا معي x، بعد شوي رح احكي عن التيبل اوف فاريشن، بحط f prime of x بحط f of x، افترضوا معي هن على رقم بتسفر بلس ماينس، بلس يعني عم تطلع، ماينس يعني عم تنزل، فاذا هيدي بتخدمني لاعرف وين عم تطلع وين عم تنزل. كتير بهمني شيء اعرفه هو موضوع الاكستريموم. الاكستريموم هو مقسم لقسمين، يا ماكسيموم يا مينيموم.
حيالله جراف بالدنيا استاذ، ممكن يكون عنده ماكسيموم وممكن يكون عنده مينيموم. هودي كيف بحصل عليهم؟ بحصل عليهم لما اعمل اف برايم اوف اكس بتساوي زيرو. يعني انا بيكون معي فانكشن بعمل الدريفتف تبعها وبجيبه ايكوال لزيرو وبدور وين بسفر. يعني مثلا اذا معي اف اوف اكس، وهيدا اكزامبل، اذا معي اف اوف اكس هي اكس كيوب مثلا بلس 1 مثل الاكزامبل اللي اعطيته من شوي، كيف بعرف وين عنده ماكسيموم وين عنده مينيموم؟ بكل بساطه بجي بعمل له ديريفاتيف، بقول انا اف برايم اوف اكس شو بيطلع معي؟ 3 اكس سكوير، صح؟ فهيدا بيطلع عنده 3 اكس سكوير. بجي لاعرف اذا عنده ماكسيموم او مينيموم، بهمني انا اعمل شيء، بعمل اف برايم اوف اكس ايكوال لزيرو، يعني بيطلع معي 3 اكس سكوير از ايكوال تو زيرو، فبيطلع معي الاكس ايكوال لزيرو، في شيء على الزيرو، مش عارف اذا ماكسيموم او مينيموم، ما بهمني، بس بهمني اعرف انه لما الاكس ايكوال لزيرو عندي شيء اسمه اكستريموم، طبعا على الرسمه ببين اذا هو ماكسيموم او مينيموم، او قبل الرسمه حتى على التيبل اوف فاريشن. هيدا كمان بيخدمني بموضوع الديريفاتيف، موضوع الديريفاتيف كثير مهم، كثير كثير مهم تفهموا الديريفاتيف وتعرفوا تطبقوا الفورميلات وكيف ترسموا اللي بدي لكم عنه هلا. النقطه الرابعه، التيبل اوف فاريشن هي النقطه الرابعه اللي بدي اشتغل فيها. انا لاجي اوصل لمرحله تيبل اوف فاريشن اللي هي ما قبل مرحله انه انا ارسم الجراف، كثير لازم اكون عم بشتغل مظبوط، كثير بهمني يكون معي الديريفاتيف، وكثير بهمني اجي اشوف الاف برايم اوف اكس وين زيرو وين بوزيتيف وين نيجاتيف، لانه انا بدي اعمل تيبل اوف ساين. بالحقيقه هي عباره بدايتها هي تيبل اوف ساين، يعني انا لمين اوف اف برايم اوف اكس. اتفقنا لهي المعلومه؟ كثير بدي انتبه لهي المعلومه. يعني انا بيكون معي الاف بعمل لها برايم وبشوف البرايم تبعها وين بيسفر، وين بيكون بوزيتيف وين بيكون نيجاتيف، وهيدا الشيء بخليني ارسم التيبل وين بيكون بوزيتيف بيكون انكريزينج، وين بيكون نيجاتيف بيكون ديكريزينج. يعني مثلا افترضوا انا معي الاف اوف اكس بتساوي اكس كيوب بلس اكس سكوير بلس 1، افترضوا كيف انا بقدر ارسم التيبل اوف فاريشن على السريع؟ طبعا هيدي سمبل فانكشن. بجي دغري انا شو بعمل؟ الاف برايم اوف اكس بدي اعمل ديريفاتيف لهي، هي 3 اكس سكوير بلس اكس، مزبوط؟ انا بدي ادرس الساين لهيدي الفانكشن كلها. اول شيء خليني اجرب سهلها، خففها، خفف من صعوبتها. اذا بتلاحظوا هان في اكس وهان في اكس، باخذ اكس كومون، بيطلع معي 3 اكس زائد 1. شوفوا كيف صارت، صارت شوي سهلة. هلأ بيبقى علي أعمل دراسة لهيدي. هودي أنتو بتعرفون من جريد 10، أنتو بدكم تشو تعملوا معكم شغلتين مضروبين ببعض، بدكم تدرسوا الساين تبعهم. أوكي، أول شيء بشوفهم وين بيسافروا، شغلتين مضروبين ببعض وين بيسافروا لما واحدة منهم تسافر أو اتنيناتهم يسافروا. فإذا سيمبلي بيطلع معي الـ x equal لزيرو or 3x plus 1 equal لزيرو. هيدا بيعني أنه عندي مرة الـ x بتسافر ومرة 3x بتساوي ناقص 1، يعني x بيساوي ناقص 1 على 3. على هودي النقطتين هيدي ال f prime، انتبهوا عم بحكي عن ال f prime، على هودي ال 2 abscesses هيدي ال f prime بتسفر. فاذا عرفت وين بتسفر، يعني انا صار فيني اقول اذا جيت بتدرس التيبل اوف ساين، طبعا نحن عم نحكي ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، عندي رقمين ناقص 1 على 3 وصفر، انتبهوا بدك تعرفوا مين بتحطه قبل، هيدا ناقص يعني هو قبل الصفر. على هودي الرقمين ال f prime بتسفر كتير مني، هاي الاف برايم اوف اكس انا عرفت وين بيسفر. بس في عندي مشكله، انا عندي هول اثنين بدي اعرف كيف بدي ادرسهم دراسي، بدي اعرف هان في بلس هان في ماينس او هان في ماينس او هان في بلس. كيف بعرف هيدا الشيء؟ بعرف هيدا الشيء لما ادرس الفانكشن عادي. من زمان نحن كنا ندرس حيلا فانكشن الساين تبعها لما نحط المضروبين بتيبل نضربهم لهول الاثنين هو اف اوف اكس. طيب بيجي انا بدرس دراسي ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، حط النمبرز ماينس 1 اوفر 3 زيرو، مين بيصفر على الزيرو؟ مين بيصفر الاكس هو الزيرو، مين بيصفر هاي، فاذا بحط لهم زيرو بتطلع على طول كانت من زمان على الموجود هان. اذا هيك كان بلس قبل الزيرو بحط ماينس، اذا متذكرين سو ماينس ماينس وعكس الزيرو بلس، اذا كان كمان بلس كمان قبل الزيرو ماينس بلس بلس. بقوم انا بدي اجيب الاف برايم اوف اكس بضربهم كلهم ماينس بماينس بلس ماينس بلس ماينس بلس بلس بلس. بهي الطريقه بكون انا طلعت الساين للاف برايم اوف اكس. طبعا مثل ما قلت لكم من شوي، مجرد ما انت طلعت الساين لاف برايم اوف اكس صار معك او صار فيك تطلع الدايركشن او السنس تبع الاف اوف اكس، البلس هو انكريزينج، الماينس هو ديكريزينج، البلس هو انكريزينج. فاذا هاي الرسمه اللي انا لهيدي الاكزامبل اللي اخذته هو عباره عن increasing decreasing.
اوكي، في عنده مره ماكسيموم، في عنده مره مينيموم، في عنده هان الباوندريز. بهاي الطريقه بكون انا وصلت لكل شيء بدي اياه، انا مفتاح الاسئله كلياتهم، واخر شيء بدي اياه هو اسهل شيء. يعني انا التفاصيل هن اللي صعبين بالنسبه لي، الدومين اوف ديفينيشن، الليمت، الديريفاتيف، التيبل اوف ساين. بس مجرد ما قدرت اوصل لموضوع انه طلع التيبل اوف ساين، خلص الرسمه صارت واضحه معي. مره بطلع بوصل لماكسيموم، برجع بنزل بوصل لمينيموم، برجع بطلع. فاذا بهاي الرسمه عندي 2 اكستريموم، عم بعلمكم او عم خبركم شغلات صارت معي قبل، وعندي هذا الشيء قدامي. طبعا هيدي الرسمه خلصت من خلال هيدي، انا صار فيني اعرف تقريبا شكل الرسمي، اكيد ما بعرف كيف، بس افترضوا انه هو معي هون، يعني مرة ناقص واحد على ثلاثة ومرة صفر، فاذا على الصفر افترضوا عندي مينيموم وهنا عندي ماكسيموم، فبتطلع شكل الرسمي، بيطلع شيء بيوصل للماكسيموم بيرجع بينزل وبيطلع، هيك تقريبا بيطلع شكل الرسمي. فاذا الاف برايم اوف اكس بخليني اعرف الاف اوف اكس بالتيبل اوف فاريشن، بيكون عندي شبه امبريشن كيف تطلع الرسمي. طبعا لقادر كمل ووصل لموضوع الرسمي اللي هو اخر شيء الجراف، قبل ما تيجي تفكر ترسم الرسمي من بعد ما عملت التيبل اوف فاريشن، كتير لازم تنتبه لموضوع البارتيكولار بوينتس. البارتيكولار بوينتس هني نقط انا باخدها بتخليني ارسم الرسمي بطريقه كتير دقيقه. يعني بيجي بدور بصير اشوف اكس مثلا ايكوال لزيرو، بطلع اف برايم اوف زيرو بشوف قداي، بشوف مثلا كمان اف اوف اكس او واي ايكوال لزيرو، بشوف وين بتسفر بطلع منها الاكس. باخذ كتير نقط، فيني اخذ نقط قد ما بدي، بس هودي النقط بحطهم على الجراف. فاذا انا وعم برسم الرسمي بصير بعرف مثلا هاي هيك هاي هيك هاي هيك هاي هيك، بوصل النقط انا وعم برسم. طبعا بنتبه لاذا في اسيمتوت او لا، بنتبه اذا في فيرتيكال او هوريزونتال اسيمتوت انا عم برسم الرسمي. سو الجراف هو اسهل شيء بتقدر تعمله انت من بعد ما تخلص كل المصاعب اللي كانوا معك. تمام، هيك نحن بنكون خلصنا الافكار تبع الفانكشنز. هلا بيجي وقت انه انا اعطي اكزامبل. رح اعطي انا 3 اكزامبلز على قد الدومين اوف ديفينيشن. مره بيكون بولينوميال، مره بيكون فراكشن، ومره بيكون ثيوريتيكال. تمام، يلا لينا رح بلش هلا باول اكزامبل لما يكون الاف اوف اكس شكله شكل بولينوميال. رح اخذ هذا الاكزامبل اللي معي، اف اوف اكس بتساوي اكس سكوير ماينس 2 اكس ماينس 2. هيدي مبينه هي بولينوميال عاديه. اتفقنا انا وياكم لما تكون بولينوميال عاديه، وقلت لكم رح اشتغل الستبات بشكل كتير سريع لاوصل لانه ارسم الرسمي. لما تكون البولينوميال او الفانكشن هي بولينوميال، بتكون الدومين اوف ديفينيشن اتفقنا انا وياكم هي كل الار، يعني كل الريل نمبرز، يعني هي ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. فاذا من خلال الدومين اوف ديفينيشن ببين معي الليمتس، مبين معي واضح عم بشتغل انا على تو ليمتس، على الماينس انفينيتي وعلى البلس انفينيتي. وانا قلت لكم لما يكون معي بولينوميال لما بشتغل على ماينس انفينيتي وعلى بلس انفينيتي بياخذ اعلى اوردر اللي هو مبين معي باور 2. فاذا بنبلش بنقول ليمت للاف اوف اكس as x tends to minus infinity هو عبارة عن limit للx square minus 2x minus 2 as x tends to minus infinity، يعني هو limit للx square as x tends to minus infinity، يعني هو limit لمين؟ لminus infinity كلها square as x tends to minus infinity، يعني بكل بساطة بيطلع plus infinity. شو يعني هيدا الحكي؟ يعني أنا لما أكون رايح على minus infinity بكون عم بطلع. هاي شغلة كتير كتير مهمة. انا لما اكون رايح على الماينس انفينيتي بكون عم بطلع على البلس انفينيتي الواي تبعي، لانه طلع الجواب معي بلس انفينيتي. بالنسبه للليمت الثانيه، ليمت للاف اوف اكس از اكس تندز تو بلس انفينيتي هي عباره عن ليمت للاكس سكوير ماينس 2 اكس ماينس 2 از اكس تندز تو بلس انفينيتي. كمان بياخذ اول اوردر او اعلى اوردر، فبيطلع معي ليمت للاكس سكوير از اكس تندز تو بلس انفينيتي، بيطلع معي بلس انفينيتي سكوير، طبيعي بيطلع بلس انفينيتي. فاذا بالحاله الثانيه انا وعم بروح على البلس انفينيتي بكون عم بطلع. فاذا كانه انا بالنص بكون تحت. خلوني انا يعني فكر معكم، انا وعم بروح على الماينس انفينيتي عم بطلع، انا وعم بروح على بلس انفينيتي عم بطلع، يعني كانه انا معي كانه شي جوره شي بير عم بنزل فيه واطلع، شي نزلي وارجع اطلع، صح؟ لانه على الماينس انفينيتي بلس انفينيتي وعلى البلس انفينيتي بلس انفينيتي. فشكل الرسمي فيني انا قبل ما اشتغل اي شيء اتوقع انه شكله رح بيكون هيك، وهيدا اسمه بولينوميال لانه هو كوادراتيك ايكويشن او اكس سكوير.
تمام. من بعد ما خلصنا موضوع الدومين اوف ديفينيشن وخلصنا موضوع الليمت، بتاكد هل يا ترى في اسيمتوت بالموضوع؟ لا، لانه انفينيتي اعطاني انفينيتي، مش رقم اعطاني انفينيتي، او انفينيتي اعطاني رقم، فاذا ابدا ما في اسيمتوت بهذا السؤال. تمام. الستيب اللي بعده دغري بيجي موضوع الديريفاتيف. فانا بيجي بقول انا الاف برايم اوف اكس هو عباره عن اكس سكوير ماينس 2x ماينس 2 كلها بدي اعمل لها برايم. هيدي النقطه الثالثه اللي بدي اشتغل فيها. طيب هاي بدك تعمل لها برايم، هاي بتطلع 2x ماينس 2. هلا بيجي شغل انه الوقت لاشتغل بالساين تبع هيدي، كتير 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 منيح، بياخد كومن 2 بيطلع معي x ناقص 1. هلا اللي بيحدد الساين تبع هاي هو سيمبلي x ماينس 1. بدي اجي انا واياكم اعمل دراسه للx ماينس 1. اوكي، انا بالعادي في عندي طريقه بستخدمها، بعرفش اذا بتنفع معكم. انتوا بالعادي بتقولوا ايكوال لزيرو، بتشوفوا وين بلس وين ماينس. انا فيني اشوف وين بلس وعكسه بيكون ماينس. يعني شوفوا كيف، بقول انا f برايم اوف x بيكون بوزيتيف اور زيرو، اكتبوا للي عم بقوله f برايم اوف x بيكون بوزيتيف اور زيرو لما مين؟ لما الx ماينس 1 بوزيتيف اور زيرو. ليش ما جبت سيت 2؟ لانه هي بلس 2 ما بتاثر على الساين. اوكي، هيدا بيعني لما الاكس اكبر او بيساوي 1. انتبهوا للي طلع معي، لما يكون الاكس من 1 وبلس انفينيتي بيكون الاف برايم اوف اكس يا صفر يا بوزيتيف. هاي المعلومه كتير كتير اساسيه ومهمه الي. لما الاكس من 1 وبلس انفينيتي بيكون الاف برايم اوف اكس صفر وبوزيتيف. يعني سيمبلي صار فيني ارسم التيبل اوف فاريشن بهيدا الشكل. طبعا اللي عنده مشكله فيها بيعمل مثل ما عملت بالشرح، بيشتغل انه وين بتسفر بيطلع معه على الاكس ايكوال 1 بتسفر، بيطلع على هيدي بلس قبل الزيرو ماينس وبعد الزيرو بلس لانه عكس البلس. انا بينت معني، فبيجي بعمل تيبل اوف فاريشن بهيدا الشكل، بحط اكس دومين اوف ديفينيشن هو ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، عندي على الصفر سفرت مين؟ الاف برايم اوف اكس. هيدا اللي انا بدي اياه، وانا بدي يطلع معي شيء دخله بالاف اوف اكس. طلع معي من الواحد ورايح كنت انا بوزيتيف، يعني قبل الصفر شو بكون؟ نيجاتيف. سيمبلي هيدي الرسمه على النيجاتيف يعني بينزل، على البوزيتيف يعني بيطلع، مثل ما قلت لكم من شوي بينزل بيرجع بيطلع. سو بينزل ويرجع بيطلع يعني عنده مينيموم وحيد. هيدا المينيموم كيف بجيبه؟ بجيبه لما اعمل اف اوف 1، لانه هيدا عم بحكي عن اف، فبعوض 1 بالاف. تجي بتعوض 1 هان بيطلع معنا 1 سكوير ماينس 2 انتو 1 ماينس 2، بيطلع معي 1 ماينس 2 ماينس 2، بيطلع معي ماينس 3. فاذا عندي مينيموم على ال 1، لما الاكس يكون 1 بيكون الاف اوف اكس مينيموم، اوطى نقطه بيوصل لها. تمام. بالنسبه للماينس انفينيتي وبلس انفينيتي انا جبتهم، على الماينس انفينيتي طلعت بلس انفينيتي، وعلى البلس انفينيتي طلعت بلس انفينيتي. فكانه انا وياكم بهاي اللحظات صرت انا بعرف الرسمه كيف بدها تركب. بهاي اللحظات لما توصلوا للتيبل اوف فاريشن، قبل ما ترسموا الرسمي مفروض تفكروا بالبارتيكولر بوينتس. يعني البارتيكولر بوينتس هو انا وين بقطع بالصفر. اذا بعرف انا وين بقطع بالصفر يعني بعرف هيدي وين بتسفر، هيدي ممكن تخدمني الاف اوف اكس. فمثل كتير حلو انك تبلش باف اوف اكس ايكوال لزيرو. شو يعني f of x equal لزيرو؟ يعني x square minus 2x minus 2 equal لزيرو. طبعا فيكم من خلال الكالكوليتر تحلوا هيدي الكوادراتيك equation، لانه نحن هلا مش بالكوادراتيك equation، او فيكم تجيبوا الدلتا وتجيبوا ال x1 وال x2 من خلال الكالكوليتر. اذا حدا منكم بفوت على الايكويشن، طبعا 2 يعني على 3 كوادراتيك equation، بحط 1 minus 2 و minus 2 بيطلع معه 2 x's. وحده x بتساوي 2.73 وحدة x بتساوي minus 0.73. هودي شو الاكسز؟ هودي لما الواي سفرت، على هودي الاف اوف اكس كان زيرو. هيدي من اهم البارتيكولر بوينت، بعرف وين بتسفر. فاذا مرة بتسفر على ناقص 0.73 بترجع بتنزل للناقص 3 وبترجع بتطلع بتسفر لما الاكس بيساوي 2.73. هلا بيجي وقت الرسم. انا من احد النصايح الكتير مهمة والبارزي انكم ترسموا على سكيل تبع ال1 سنتيمتر، تستخدموا المسطره مثل ما هي وما تشتغلوا على الكرويات. يعني بالامتحان بنصحكم تجيبوا جراف بيبر. فاذا هيدي الجراف، هيدي الاكس اكسس والواي اكسس، انا قلت لكم قطعوهم سنتيمترز بالهوريزونتال وبالفيرتيكال لانه احسن، تستخدموا ساعتها المسطره مثل ما موجود الفاليو تبعها على القد. اوكي،
أنا كيف بدي أرسم هاي الرسمة؟ لقدر أرسم هاي الرسمة بدي أفهم شو طلع معي. أول شيء أنا بحطه لما بدي أرسم جراف هو الماكسيموم والمينيموم. بما أنه أنا بس عندي مينيموم اللي هو على 1-3 يعني على 1 وماينز 3 بستخدم المسطرة وبنزل على ماينز 3 سنتيمتر لأنه أنا حطيت كل شيء سنتيمتر. على المينيموم عطول بتعملوا تينجنت يعني بتعملوا خط هوريزونتال هيك أو سهم صغير. أنا كتير بيهمني هيدا الموضوع فإذا بعمل فلاش بهيدا الشكل اللي هو بيخليني أعرف إنه هاي أوطى نقطة بوصلها. كمان أنا عرفت إنه سفرت على الميلتين. مرة سفرت على ماينز 0.73 يعني ناقص 0.7 تقريبا. فإذا على هاي النقطة قطعت بالإكس أكسس وعلى 2.73 كمان سفرت يعني تقريبا على هاي النقطة. تقريبا الرسمة صارت واضحة بالنسبة لي. بنزل من من بلس إنفينيتي وبيجي بضرب بمرق بالزيرو هان بيجي على المينيموم وبرجع بطلع على البلس إنفينيتي. طبعا قصة الرسم بدها رواق بدكم تكونوا شوي منتبهين. فإذا أول شيء هيدي المينيموم بقطع أنا هيك. هلا هان كمان كان فيني نجيب وين بتسفر على الواي أكسس يعني وين بتكون زيرو. فإذا كان فينا كمان نجيب الاف اوف زيرو. الاف اوف زيرو هو عبارة عن اكس سكوير ماينس 2 اكس ماينس 2 يعني إذا بدي حط زيرو بيطلع معي زيرو ماينس زيرو على ماينس 2. فإذا مثل ما قلت تقريبا على 2 كمان بيسفر. فإذا أنا طلع معي 3 particular points على هودي النقطتين بيسفر على الواي وعلى هاي النقطة بيسفر على الاكس. فإذا تقريبا بتطلع معي الرسمة بهيدا الشكل. أنا ورايح الماينس انفينيتي بكون على البلس انفينيتي برجع بنزل مثل ما قلت لكم برجع شو بعمل بضرب وبرجع بطلع لوين بمرق بهاي النقطة اللي هي 2.30 او 73 وبكمل لفوق. هيدي هي رسمة الـ f of x تبعولتي. انتبهوا هاي ناقص 0.73 هيدي 2.73 هيدي minus 2 وهيدي الـ o. بهيدا الشكل بكون انا قدرت ارسم اول شكل ممكن تشوفوه لما تكون الـ f of x بتساوي polynomial. هلأ رح اشتغل على فورم تاني وهو شوي أصعب لما يكون في عندي fraction. رح أعطيكم هيدا الإكزامبل كمان. f of x بتساوي x كيوب على x سكوير ماينز 9. هيدا شكل الفراكشن. كيف أنا وياكم منقدر نرسم الرسمة لهيدا الكيرف؟ طيب أنا بما أنه هيدا fraction أول شيء بدي انتبه لموضوع الدومين of definition. كيف بجيب الدومين of definition لفراكشن؟ شو بقول أنا؟ f of x is defined when الدينومينيتر ممنوع يكون بيساوي صفر. بس هان بدي اياكم تنتبهوا شوي. أنا إذا بتطلع على شكل هيدي الجراف هان كأنه a square minus b square يعني أنا هاي بقدر أكتبها x cube على x square minus 3 square اللي بتساوي بدورة x cube على x ناقص 3 into x plus 3. هيك بتكون بدي انتبه لهالموضوع. فيني اشتغلها دغري بس كانت رح بتعذبني فأنا قلت بشتغلها بهيدا الشكل وبرتبها وبخفف من مستوى صعوبتها. فإذا شو بقول أنا؟ f of x is defined when the denominator is different from 0 يعني لما ال x ناقص 3 into x plus 3 ممنوع يكون بيساوي 0 يعني هيدا بيعني x minus 3 ممنوع يكون بيساوي 0 and أو or x plus 3 ممنوع يكون بيساوي 0. هيدا بيعني إنه ال x ممنوع يكون بيساوي 3 or إذا بتكون x ممنوع بيساوي minus 3. تمام؟ فإذا أنا الممنوع أقطع فيهم هن الناقص 3 والتلاتي. انتبهوا لما أكون أنا بالفراكشن بيكون في شيء ممنوع أقطع فيه. هيدا الممنوع أقطع فيه بكرة هلا بتشوفوا لح يكون هو vertical asymptote. أوكي؟ طيب أنا بما أنه عرفت وين بتكون defined بتكون defined بكل الأرقام إلا عن ناقص 3 وتلاتي يعني هاي صحيحة لكل الأرقام إلا عن ناقص 3 و 3. كيف بتنكتب بلغة عادية؟ يعني الدومين of definition إذا حبيت جيبه هو R minus شو؟ ناقص 3 وال 3. فأذن في يكون كل الـ R إلا ناقص 3 و 3. طيب كيف بتنكتب بالintervals؟ الدومين of definition simply بينكتب صار معي هيك minus infinity ناقص 3 union ناقص 3 3 union 3 plus infinity. يعني أنا بمشي من ناقص إنفينيتي طلعوا بمشي من ناقص إنفينيتي للناقص 3 عندي كمان ال 3 وعندي ال بلس إنفينيتي. بمشي من ناقص إنفينيتي للناقص 3 ماينس برجع بيجي على ناقص 3 بلس على الميل الثاني برجع بمشي ل 3 ماينس برجع بروح على 3 بلس وبروح على بلس إنفينيتي. فإذا هودي هني اللي أنا فيني اشتغل فيهم. ناقص إنفينيتي ناقص 3 بهرب من ناقص 3 بين ناقص 3 و 3 بهرب من 3
3 بلس انفينيتي. هيدا هو الدومين اوف ديفينيشن تبعي. فاذا انا مفروض يطلع معي هلا كم ليميت؟ 4 ليميت، 1 على ناقص انفينيتي، 1 على ناقص 3 من الميلتين، 1 على 3 من الميلتين، 1 على بلس انفينيتي. فاذا بنجي وبنجيبهم بنقول ليميت للاف اوف اكس از اكس تندز اول شيء تو ماينس انفينيتي. برجع للرسمي بيطلع معي اذا بدكم ليميت للاكس كيوب على اكس سكوير ماينس 9 از اكس تندز تو ماينس انفينيتي. برجع بذكركم لما يكون معي ماينس انفينيتي او بلس انفينيتي، اذا معي بولينوميال حدا يقول لي طب هي مش بولينوميال، بلا فوق بولينوميال وتحت بولينوميال، اوكي ففوق بياخد اعلى اوردر وتحت بياخد اعلى اوردر، فبتطلع معي ليميت للاكس كيوب على اكس سكوير از اكس تندز تو ماينس انفينيتي. بشيل اكس سكوير مع 2 من هودي الاكس الموجودين فوق، فبيطلع معي ليميت للاكس از اكس تندز تو ماينس انفينيتي، فبيطلع الجواب ماينس انفينيتي. فاذا انا ورايح على ماينس انفينيتي بكون عم بنزل، انتبهوا لهي القضيه منيح. بجي كمان هلا بجيب ليميت للاف اوف اكس از اكس تندز ماينس 3، تمام؟ فبيطلع معي ليميت للاكس كيوب على اكس سكوير ناقص 9 از اكس تندز تو ماينس 3. طيب انا هاي كيف بدي حلها؟ كيف انا بدي حلها؟ اذا بيجي بحط ناقص 3 هن وناقص 3 تحت بيطلع معي 9 على 0، ما في مشكله، رقم على 0 هو انفينيتي، تمام؟ فسيمبلي بيطلع معي ناقص 27 رح يطلع لانه 3 ب 3 ب 3 على 0 از اكس تندز تو ناقص 3، فبيطلع معي الجواب بما انه انا عندي ميلتين لحط انفينيتي. لما تكون ماينس بيطلع على ماينس انفينيتي، لما بلس بتكون على بلس انفينيتي. ما بدي اياكم تضيعوا، اللي بدي اياكم تفهموا انه على الاكس كونستانت اعطاني انفينيتي، دغري لازم اقول انا اكس بتساوي 3 هو فيرتيكال اسيمتوت. فاذا اول اسيمتوت طلع معي اكس بتساوي 3 هو فيرتيكال اسيمتوت. بموضوع البلس انفينيتي او ماينس انفينيتي ما تضيعوا، هلا بيميّن معي ايمتى بطلع وايمتى بنزل لانه هيدي لها ميلتين، مره بلس ومره ماينس. بعمل الليمت على الميل الثاني، ليمت للاف اوف اكس از اكس تندز تو 3، بيطلع معي ليمت للاكس كيوب على اكس سكوير ناقص 9 از اكس تندز تو 3. اذا بتكملها بيطلع معك 27 على 0 الليمت، فبيطلع معك انفينيتي كمان في له ميلتين، بغض النظر هاي ماينز على فكره، بيطلع معي اكس ايكوال ل 3 هو فيرتيكال اسيمتوت. فبيطلع معي 2 فيرتيكال اسيمتوتس بهيدي الرسمه، مره على ناقص 3 ومره على 3. انتبهوا الاسيمتوت بخططهم هلا بعد شوي بتشوفوا انه انا بعملهم داشت لاين، تمام؟ بعد في عندي ليميت للاف اوف اكس از اكس تندز تو بلس انفينيتي. بيجي بقول ليميت لهيدي هي اكس كيوب على اكس سكوير ناقص 9 از اكس تندز تو بلس انفينيتي، بياخد اعلى اوردر على اعلى اوردر، فبيطلع معي ليميت للاكس كيوب على اكس سكوير از اكس تندز تو بلس انفينيتي. بشيل اكس سكوير مع اكس سكوير بيطلع معي ليميت للاكس از اكس تندز تو بلس انفينيتي، فبيطلع بلس انفينيتي. فاذا انا على الماينس انفينيتي كنت عم بنزل، على البلس انفينيتي كنت عم بطلع، على هول اثنين ما بعرف اذا عم بنزل او عم بطلع، بس في له ميلتين هيدا، في مره بلس ومره ماينس، فبدي انتبه. وبدي اياكم تنتبهوا لموضوع شو انه شو بده يصير معي هلا. شو يعني بلس وماينس؟ في حدا بيقول لي استاذ طب ليش ما خبرتنا؟ لما تكون هاي ماينس، ما هيدي في لها ماينس وبلس، بيطلع هيدا زيرو ماينس، ماينس انفينيتي على زيرو ماينس بيطلع بلس انفينيتي. انتبهوا هاي قضيه شوي يعني مشربكه. ولما يكون هيدي بلس بيطلع هيدا زيرو بلس ماينس يوسف، فبيطلع ساعتها كمان ماينس انفينيتي. فانا قلت لكم اتركوها للتيبل اوف فاريشن، افضل احسن ما تغلطوا فيها. هيدا بالنسبه لموضوع الليمت. هلا بيجي موضوع الديريفاتيف. بذكر انه هيدي فراكشن، فالديريفاتيف تبعها شوي بده شغل وبده وقت. هاتوا لنعمل الديريفاتيف تبعها. بما انه الاف اوف اكس هي عباره عن اكس كيوب على اكس سكوير ماينس 9 قبل ما افرطهم، هي يو على في، هيدا سيمبلي بيعني انه الاف برايم اوف اكس هي اكس كيوب برايم اكس سكوير ماينس 9 ماينس اكس كيوب انتو اكس سكوير ماينس 9 برايم على اكس سكوير ماينس 9 اول سكوير. بدي اعمل ديريفاتيف لهيدي، بعمل ديريفاتيف لفوق بيطلع معي 3 اكس سكوير انتو اكس سكوير ماينس 9 ماينس اكس كيوب انتو 2x، لانه ماينس 9 بتساوي 0 على اكس سكوير ماينس 9 اول سكوير. انتبهوا منيح عم بيطلع معي تحت سكوير، يعني تحديد ساين هيدا ما بيعتمد على التحت، لانه عم بقسم سكوير، السكوير على طول بوزيتيف. فاذا انا بتشوفوا هلا اذا بكمل بيطلع معي 3x باور 4 ماينس 27x سكوير ماينس 2x باور 4 على اكس سكوير ماينس 9 اول سكوير.
إذا منكمل فيها ومنرتبها شوي 3 ناقص 2 بيطلع x power 4 1 minus 27x squared على x squared minus 9 all squared. اللي بيطلع بهاي بيعرف شو أنا عم بقول. فيني أنا فوق أخد x squared common بيطلع لي x squared minus 27 على x squared minus 9 all squared. انتبهوا منيح، أنا بدي أدرس الساين لهيدا، اللي هو بيوصلني أن أدرس الساين لهيدا اللي بيخليني أرسم التابل of variation اللي بيخليني أرسم الجراف آخر شيء. بس أنا بتطلع وكل قلتلكن كل سؤال وقلوا حالي خاصة، هيدا اللي بيختلف بين المات والفيزيكس بالفورميلا، ما في شيء ثابت، ما في شيء بيشبه بعضه قبل شايفه. إذا بتطلع على هيدا الترم تكتشف أنه هو عبارة عن شي سكوير على شي سكوير، يعني إذا بدكم خليني أكتبها بشكل تاني، هي عبارة عن x سكوير على x سكوير minus 9 كلها سكوير multiplied by x سكوير minus 27 كلها مضروبة. يعني بتحسوا أنه اللي بيحدد الساين تبع هيدا أكيد مش هاو هيدا، لأنه هيدا بوزيتيف على بوزيتيف ودروب حيلا شيء ببوزيتيف بيبقى نفس الساين تبعه. فإذا simply بقول أنا ال f prime of x has the same sign as x square minus 27. بيجي هلأ الشغل انه على هيدي، هيدي كيف بحدد لها الساين، كيف بعرف وين بتسفر وين ما بتسفر، وين positive وين negative. اذا بدنا بنعمل هلأ شيء بخليني لما اعمل له square يعطيني 27، يعني اذا بدكن هاي بتنكتب x square minus 3 radical 3 كلها square، صارت هيدي بتشبه a square minus b square. صار فيني أقول إنه هيدي هي عبارة عن x ناقص 3 radical 3 into x plus 3 radical 3. فأذن تحديد sin ال f prime of x بيعتمد على تحديد هودي مضروبين ببعض. بدي شوف هودي وين بيصفروا، مرة بيصفروا على 3 radical 3 ومرة بيصفروا على ناقص 3 radical 3. بيجي بعمل table of sign خاصة بال f prime of x. هيدي table of sign بدها تكون بتعتمد على هودي المضروبين ببعضهم بس. يعني ليكو بيجي أنا بقول إنه هيدي ال x عندي minus infinity، عندي plus infinity، عندي minus 3 radical 3، عندي 3 radical 3. بيجي حدا بيقول ليش ما حطيت 3 والناقص 3؟ بقولكم روقوا شوي، أنا بعدني عم بحكي عن ال f prime of x. تمام؟ عندي مرة x plus radical 3 over 3، عندي مرة x ناقص 3 radical 3، وعندي مرة ضربون بيعطيني ال f prime of x. تمام؟ هايدي بتسفر على هاي، هاي بتسفر على هاي، بنزل خط هيك بنزل خط هيك، اتنيناتهم بيسفروا على ال f prime of x. تمام؟ بتطلع على الموجود قدام ال x او الموجود على اعلى order، هو plus يعني عكسه minus يعني بعده plus plus. بتطلع هان هو بلس يعني عكسه قبل الزيرو، يعني ماينز ماينز بلس. بيجي بضربهم ببعض، ماينز وماينز بلس، بلس وماينز ماينز، بلس وبلس بلس. بهاي الطريقة بكل بساطة كون عرفت شو وضع ال f prime of x استنادا للشغلات اللي بتسفر عليها. تبقوا انا ما طلعت التابل اوف فاريشن، انا هلا بدي احط التابل اوف فاريشن. التابل اوف فاريشن هي اللي بتشتغل على موضوع ال f of x. فاذا بالنسبة للتابل اوف فاريشن عندي صار شغلات واضحة، عندي الـ x، عندي الـ minus infinity، عندي الـ plus infinity. طبعا ما بيخلى الجو انه نعرف شو بتساوي الـ 3 radical 3. الـ 3 radical 3 هي تقريبا 5.19، يعني ناقص 3 radical 3 هو بيجي قبل ناقص 3، فبيطلع معي ناقص 3 الـ 3 والـ 3 radical 3. بيجي حدا بيقول لي ليش حطيت ناقص 3 و 3؟ هودي ناقص 3 و 3 ممنوع اقطع فيهم، بدي انتبه لهم. هودي بحطهم بس انا مش تركيزي عليهم، يعني بركز عليهم اخر شيء. يعني ليكو ال f prime of x على شو بتسفر؟ على هاي وعلى هاي، ومعي الفاليو تبعها بلس ماينس بلس. تمام؟ بس في شيء خطير بدي اعرفه، هو موضوع الناقص 3 وال 3. الناقص 3 و 3 هودي restricted numbers، ممنوع اقطع فيهم، لازم حطهم وبعملهم هيك بهالشكل، بخططهم وبنزعلهم كل شيء بعرفه عنهم. تمام؟ هاي المعلومات بهمني تعرفوها. فاذا هيدي بتكون بلس، في عندي زيرو يعني كمان هن بتكون ماينس، وكمان هن بتكون ماينس. انتبهوا هودي ما بيأثروا علي، هودي اللي انا حطته. بيطلع شكل الرسمي لل f of x هو بكل بساطة مرة بيطلع بينزل 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 وبيرجع بيطلع. انتبهنا لهي القصة، كتير كتير مهمة هاي الشغلة. طيب انا اذا بتطلع بشوف انه طلع عندي ماكسيموم هن ومينيموم هن، هودي كيف بجيبهم؟ هودي تبو هاو مش زيرو، هاو بجيبهم من خلال ال f of ناقص 3 radical 3
والاف اوف 3 راديكال 3. باستخداما للكالكوليتر بقدر جيبهم بيطلعوا معي بيساووا اذا حطيتهم على الكالكوليتر هيدي بتطلع ماينس 9 راديكال 3 اوفر 2 وهيدي بتطلع 9 راديكال 3 اوفر 2. خلوني اجيب الفاليو تبعهم تقريبا بيطلع الفاليو تبعهم هيدي بتطلع ماينس 7.79 وهيدي بتطلع 7.79. انا بهاي الطريقه قدرت ارسم التيبل اوف فاريشن. انتبهوا لهي القصه، انا كتير بتهمني هاي الشغله، يعني كيف انا خططتهم. الزيرويات هني للاف برايم، الثلاثه هني ارقام ممنوع حطهم ممنوع اقطع فيهم، بدي اعرف كيف بدي اشتغلهم، ممنوع انسى انه هودي موجودين بالوين بالدومين اوف ديفينيشن. طيب المينيموم والماكسيموم جبتهم، هلا بيجي وقت شو البارتيكولر بوينت. اول شيء بجربه بالبارتيكولر بوينت هو لما يكون الاكس 0. نجي بنشوف اف اوف اكس ايكوال لما احط محل الاكس 0، تعالوا جربوا حطوا محل 0، بيطلع معي 0 كيوب على 0 سكوير ماينس 9 بيطلع الجواب 0. فاذا انا وعلى الصفر الواي تبعي صفر، هاي معلومه كتير مهمه. انا بظن انه هيدي الوحيده اللي بتكفي، الباقيين صاروا جايبهم، وانا اصلا في شغلات ممنوع اقطع فيها، بس هاي كتير كتير مهمه. يعني انا على الصفر بكون صفر. هلا بيجي وقت الرسم. انا مثل ما قلت لكم لما بدنا نرسم بتمنى عليكم تشتغلوا على موضوع السنتيمتر. فاذا الجراف هي بالنسبه للجراف، وبما انه الارقام طلعوا شوي كبار انا كبرت السكيل شوي، بعدني عم بحكي على السنتيمتر ولكن رحت 8 سنتي هيك 8 سنتي هيك 9 سنتي هيك و9 سنتي هيك. انا بدي بلش اشتغل بارت باي بارت. ممنوع انسى انه عندي vertical asymptote، وحدة على minus 3 وحدة على 3. أنا استقصدت أنه ما أرسمهم ورح أرسم لكم إياهم قدامكم. شو يعني وحدة على minus 3 وحدة على 3؟ minus 3 يعني أنا بدي خططها. انتبهوا الasymptote كتير مهمين وبدي أعرف كيف بدي خططهم. سو ببلش بهذا الشكل وبخطي. أوكي، فبقول أنا x is equal to minus 3 وبحط حده vertical asymptote. كمان بكرر هيدي العملية على ميلة الـ x equal ل 3. وكمان بقول x is equal to 3 كمان vertical asymptote. بهاي الطريقة بكون رسمت أول شيء الـ asymptote اللي طلعوا معي أول شيء. مثل ما قلت لكم وبرجع بكرر لكم، على طول لما يكون في فراكشن بيطلع معي vertical asymptote، لما يكون في أرقام ممنوع تكون equal لزيرو بأغلب الأحيان. تمام، ممنوع انسى انه على الصفر انا بقطع على الصفر. ممنوع انسى انه انا عندي مينيموم وماكسيموم، عندي وحده بتكون مينيموم وحده بتكون ماكسيموم. على هاي الميله بتصور كانت ماكسيموم وعلى هاي الميله كانت مينيموم. رح نشوفهم على التيبل اوف فاريشن. عندي مينيموم على الماينس 3 راديكال 3 اللي هي تقريبا ناقص 5.19، كانت وقتها الواي تبعها ناقص 7.79. وكمان عندي ماكسيموم او مينيموم على 5. او radical 3 over 3 يعني 5.19 وكانت الواي وقتها 7.79. هودي لازم حطهم قبل ما ارسم الرسمه. وقلت لكم على الماكسيموم على المينيموم برسم خط بهيدا الشكل، بحطه على الجراف وبعمل تانجنت عليه. هودي الاكستريموم. بيجي انا بدور على الماينس 5.19 بهيدا الشكل بلاقيه تقريبا هان، وبيكون معه ماينس 7.7 يعني تقريبا بتكون اول مينيموم هي موجوده بهيدا المحل، او عفوا هيدي الماكسيموم رح تشوفوها تحت ولكن هي رح بتكون ماكسيموم، يعني بحطها بهيدا الشكل. هلا بتشوفوا لشي الماكسيموم. وكمان بدور على المينيموم اللي هي بتكون كمان فوق اللي هي على 5.19 او 9 اللي هي هان تقريبا، و7.7 يعني بهيدا الشكل بلاقيها فوق وبحط لها كمان هيدا التانجنت اللي اتفقنا عليه. رح بتشوفوا انتو انه هيدي ماكسيموم وهيدي مينيموم، ولكن وحده تحت وحده فوق عكس مما انا متوقع، ما في اشكال ابدا. الرسمه رح بتكون بكل بساطه هيدي ماكسيموم ولازم يكون هيدا اسيمتود، يعني هيدا اذا نزلته بهيدا الشكل لتحت لازم ما اوصل له، فبتوصل الرسمه معي لهيدا الشكل وبكون انا على ماينس انفينيتي ماينس انفينيتي. كذلك الامر عميلة فوق هيدا الاسيمتود بطوله شوي فبتطلع معي الرسمه كانه هيك لفوق وهيدي لفوق. رح جرب ارسمكم اياها وتشوفوها على الجوجل، فينا نرسم هيدي الرسمه على الجوجل بتطلع مرتبه، طبعا لانه كبيره مش عتبين. ليكو هان بيكون عندي الماكسيموم مع انه تحت، هان بيكون عندي المينيموم مع انه فوق، وبيبقى لي انه انا عم بنزل وارجع انزل. اوكي هاي معلومه كتير مهمه. فاذا هي بتكون بهيدا الشكل، انتبهوا منيح هيك، وبرجع شو بعمل بنزل بهيدا الشكل.
اوكي هيدي هي الجراف، الجراف هي بهذا الشكل، بطلع بنزل برجع بنزل بنزل برجع بنزل وبطلع. اوكي رح بتشوفوها هان موسومي قدامكم بشكل شوي واضح، رسمها انا استنادا للجراف او الجراف ايكويشن، او في كتير بروجرامز بيقدروا يرسموها بالرسمة. تمام، هيدا بالنسبة للحالة التانية موضوع الفراكشن. بالنسبة للحالة التالتة موضوع الراديكال. هلا موضوع الراديكال قليل مما يجي، بس رح نجرب نعطيكم اكزامبل على الموضوع وندرسه ونفوت بتفاصيله كمان. افترضوا مثلا معي f of x بتساوي radical x plus 1. هيدي الرسمة انا كيف بقدر ارسمها؟ ببلش عطول بموضوع الدومين اوف ديفينيشن. بقول انا f of x is defined when x plus 1 لازم يكون positive or 0. هيدا بيعني ال x لازم يكون positive or greater than 1 او minus 1، يعني من ناقص واحد ورايح انا بكون هيدا عندي بوزيتيف، يعني انا بس معرف من ناقص واحد ورايح عميلة اليمين يعني على بلس انفينيتي، فسيمبلي بيكون الدومين اوف ديفينيشن بهاي الحالات هو عبارة عن ناقص واحد بلس انفينيتي. انا عرفت الباوندريز تبعي، بيجي بجيب الليمت عليهم، بقول الليمت للاف اوف اكس as x tends to minus 1، بلش بالماينس 1، شو بيصير معي؟ limit لل f of x as x tends to minus 1، ال f of x هو عبارة عن radical x plus 1، إذا بعوض minus 1 هان بيطلع معي 0، يعني على minus 1 بتكون y تبعي 0، وكمان limit لل f of x as x tends to plus infinity هو عبارة عن limit ل radical x plus 1 as x tends to plus infinity، فبيطلع معي بلس انفينيتي. بلاحظ انه رقم اعطاني رقم، انفينيتي اعطتني انفينيتي، يعني لا في فيرتيكال ولا في هوريزونتال اسيمتوت. بيجي للمرحله اللي بعدها، هو انا اجيب الاف برايم اوف اكس. طيب هاي كيف بقدر اعمل هذا؟ فتف هي عباره عن راديكال اكس بلس 1 بدي اعملها برايم، تطلع معي اكس بلس 1 برايم على 2 راديكال اكس بلس 1 مثل ما تعلمنا، فبيطلع معي جواب 1 على 2 راديكال اكس بلس 1. الراديكال هو بوزيتيف، ال2 هو بوزيتيف، ال1 هو بوزيتيف، بوزيتيف على بوزيتيف، فسيمبلي بتطلع معي الاف اوف برايم اوف اكس هي بوزيتيف، يعني على طول بوزيتيف. هيدي ما فيها مشاكل برسمتها، فبيجي بحط التيبل اوف فاريشن، بحط اكس، بحط ماينس 1، بحط بلس انفينيتي، بحط اف برايم اوف اكس، وكمان بحط اف اوف اكس. هيدي بوزيتيف، هيدي على طول انكريزينج. انكريزينج من وين؟ من الزيرو لبلس انفينيتي. فما بحس هيدي الرسمة رح بيكون فيها كتير مشاكل، هيدي عم تعمل increasing من نقطة لنقطة. طبعا بدك تجرب تاخد particular point وتشوف وين بتسفر، يعني جرب x equal to 0، x equal to 0 حط 0 هان بيطلع معي 1، فإذا على الصفر بتكون هي 1. كيف بقدر أرسم هاي الرسمة؟ رح جرب أرسمها بشكل كتير كتير سريع. هلا بما أنه هي الرسمة عم بتكون فوق ال x axis، بياخد أنا أنه بجرب أنه ما استعمل كتير من ميلة تحت. اوكي انا عندي على الماينس 1 كانت 0، هيدا الماينس 1 وكانت 0، انا عندي على 0 كانت 1. اوكي اذا بدكم فيها ناخذ كتير بارتيكول بوينت، على 1 هي راديكال 2 على على على، بس انا مش هضيع كتير وقت عليها، بتطلع شكل الرسمي بهيدا الشكل تقريبا. اوكي طبعا فيكم تاخذوا كتير بارتيكول بوينت وتعرفوا كيف شكل الرسمي. انا بهي الطريقه بكون اعطيتكم ثلاث حالات اللي انتم ممكن تشوفوها. طبعا في كتير ديتيلز انا جربت بهذا الفيديو اختصر المعلومات كلها. انا بعد عندي كم شغلي بدي احكي فيهم as a result او notes عن الفانكشن. عندي اذا بدكم الايفن والاود فانكشن، كيف بعرف اذا الفانكشن هي اود او ايفن، كيف بعرف اذا بوينت اعطاني اياها هي center of symmetry، كيف بعرف اذا line اعطاني اياه هو axis of symmetry او لا. اول شيء بدي احكيه هو موضوع الايفن فانكشن. شو يعني الفانكشن تكون ايفن؟ الفانكشن اول شيء حيلا فانكشن ببرهنها ايفن لما الاف اوف اكس بتساوي اف اوف ماينس اكس. ابسط مثل عن ايفن فانكشن، اذا معك الاف اوف اكس بتساوي اكس سكوير، شو بتعمل انت؟ معك الاف اوف اكس بتساوي اكس سكوير، بتقوم بتجيب الاف اوف ماينس اكس، يعني محل الاكس بتحط ماينس اكس، يعني ماينس اكس اول سكوير، بيطلع معك اكس سكوير. بما انه الاف اوف اكس طلعت هي ذاتها اف اوف ماينس اكس، سمبلي بقول الاف از ا even function is an even function. عندي النوع الثاني هو الاود فانكشن. هلا برسم لكم رسمتين عنهم. اود فانكشن لازم تكون الاف اوف اكس بتساوي ماينس اف اوف ماينس اكس. مثلا الاف اوف اكس بتساوي اكس كيوب، بقوم انا بجيب الاف اوف ماينس اكس، يعني بحط اكس كيوب بحط بقلبها ماينس لهي كلها، بيطلع معي ناقص اكس كيوب اللي هو ناقص اف اوف اكس، يعني بيطلع معي اف اوف اكس هو ماينس f of minus x. هيدا بيعني دغري بقول انه ال f
is an odd function. كيف الفرق بين odd function وبين even function؟ إذا عم بحكي graphically. Odd function أو even function، خليني أقول أول شيء even function، هي عبارة مثل البارابولا، يعني هيك وهيك، بيكون عندها symmetric، يعني بيكون عم بتكرر حالة. كيف بحكي عن odd function؟ هي مثل الهايبربولا، اللي بيعرف الهايبربولا هي هيك هيك، فإذا هيدي بسموها بارابولا إذا حبين بس نعرف أسمائها، وهيدي اسمها هايبربولا. هيدي x سكوير، هيدي x كيوب، مش ثابتة x سكوير x كيوب. أنا بطبق هول الفورميلات على موضوع الأود والإيفن، انتبهوا لهاي المعلومات في موضوع الأود والإيفن. وعندي كمان موضوع الأكسس أوف سيمتري وموضوع السنتر أوف سيمتري. بالنسبة للسنتر أوف سيمتري، هو ما بيخبرني أو بيطلب مني جيب أنا السنتر أوف سيمتري، هو بيعطيني نقطة مثلا I عند A B، يعني وبيقول لي برهن لي إياها سنتر أوف سيمتري، افترضوا هاي النقطة هي I عند A و B، بيقول لك prove that I A B is center of symmetry. في عندي فورمولا بدي احفظها وطبق عليها. أول شيء هاي اسمها F of X، لبرهن أنا أنه هيدي ال I هي center of symmetry لل F of X، بكل بساطة بدي استخدم هاي الفورمولا، بقول F of X plus A plus F of minus X plus A لازم يساوي 2B. إذا هيدي الفورمولا طلعت صحيحة، يعني بجيب هوا على الميلة وبجيب هوا على الميلة طلعوا بيساووا بعض، بكل بساطة الـ IAB بيكون هو center of symmetry، يعني هيك ببرهن center of symmetry. هاي الفورمولا كتير مهمة لموضوع center of symmetry. بالنسبة لموضوع الـ axis of symmetry، هل هو بالحقيقة الـ axis of symmetry هو تابع للـ center of symmetry؟ يعني أنا بكل بساطة إذا قدرت أعرف الـ center of symmetry بقدر أعرف اللاين اللي قاطع فيها وبرهنه انه هو axis of symmetry. يعني simply أنا إذا معي function، أوكي افترضوا مرسومي بعيد شوي عن الواي اكسس، احسن ما تقولوا بارابولا على الاكس اكسس، تمام. انا هيدا اللاين، هيدا اللاين كيف ببرهنه اكسس اوف سيمتري؟ هو اكيد بيكون قاطع بالسنتر اوف سيمتري. يعني انا مجرد ما جبت السنتر اوف سيمتري من خلال هاي الفورمولا، اللاين اللي قاطع فيها هو بيكون الاكسس اوف سيمتري. هيدا الفيديو بهاللحظه انتهى. انا كنت عم جرب قد ما فيي اعطي باختصار شو ممكن انتم تعوزوا كطلاب جريد 11 ساينتفك عن الفانكشنز. أكيد ما عطيت كل شيء، أكيد ما حليت كل الأنواع، بس يعني جربت بكون قد ما فيي عم بعطي الشغلات المفيدة. أنا بتشكر أنكم حضرتوا هيدا الفيديو وأنكم عم تحضروا كل الفيديوهات، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على طول وتنشروا هيدا الفيديوهات بينكم وبين رفقاتكم، ويعطيكم ألف ألف عافية. شكرا مرة تانية.